اخي بلاد فيها عنف وفيها ارهاب باش كوم يجي عمليا يجيك المستثمر باش يجيك السائح عمليا ماذا ستضيف على ما هو موجود اليوم؟ هو مضاعفه ميزانيه الامن مضاعفه وي ميزانية الجيش والا البوليس؟ ليش نحكي على الجيش؟ نحكي على الامن. الامن يعني مضاعفة الحرس والبوليسية والحماية والجيش. مضاعفة راهو مش معقول تدخل البنكة تلقى لاجانس 5 اتوال وتدخل مركز الشرطة تلقى الكرسي مكسر وحالة حليلة. مش معقول تشوف سيارة تمشي وتشوف برا كرامة البوليسية يعنيو. راهو شوف أودولام الامن راهو الامن هو وجه الدولة، هيبة الدولة، المركز جزء من هيبة الدولة. مضاعفة الامن، مضاعفة ميزانية الامن، انا نوعد وعادتي كي نوعد نعمل راهو. توليرانس زيرو مع مع الجريمة، توليرانس زيرو. يلزم معناها تطبيق القانون والصرامة في القانون مع راهو ما عادش نتكلموا عنا على ذكر 2018 200 ألف جريمة ديكلاري.